بسم الله الرحمن الرحيم. طب قبل ما ابدا برضو انا حابب محتاج ما جنب مني هنا خمسة شباب وخمسة من اعضاء هيئة التدريس لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان انا اوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام. وقبل ما اتكلم معاكم اسمحوا لي ان احنا اطلب منكم ان احنا نوجه التحية لمعالي رئيس الوزارة ووزارة المهندس ابراهيم محلب. بعد اذنكم. شكرا جزيلا. كنا لازم نشكرك معالي رئيس الوزارة والوزارة، لأن الحقيقة خلي بالكم في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده أي حد بيتولى مسؤولية الحقيقة يعني هو بيضحي بحاجات كتير قوي أثناء تولي هذه المسؤولية. وبالمناسبة احنا محتاجين كلنا احنا المصريين ان احنا نخلي بالنا قوي في ردود افعالنا وفي تعليقاتنا. يعني نخلي بالنا. قبل ما اتكلم اسمحوا لي ان انا اقول لكم في كم موضوع محتاج ان انا اتكلم فيهم. من كم يوم او من تقريبا امبارح ولا اول امبارح كنت بتفرج على تقرير عن اهلنا اللاجئين اللي وصلوا الى بعض الدول الاوروبيه، وسمعت من احد الشباب اللي كانوا موجودين هناك بيقول يعني الدول العربيه ما ساعدناش لكن الدول الأوروبية ساعدتنا. وده اللي خلاني أتكلم في الموضوع ده في البداية. أول كلمة هقولها، إحنا في مصر هنا للي ما يعرفش، جوه مصر وبره مصر في خمسة مليون موجودين عايشين في وسطينا في بلدنا مصر بكل ظروفها الاقتصادية الصعبة، بكل الحب وبكل المشاركة. وبقول ان احنا ما عندناش كتير صحيح بنقدمه، لكن اللي موجود بنقسمه، وانا قلت الكلمة دي قبل كده. عشان كده انا حبيت بس اقول الكلمة دي كرقم. احنا بنتكلم على الاقل في 500,000 من اهلنا في سوريا. الامم المتحدة احصت فقط اكتر من 130,000 في مصر. محدش سمع صوتنا واحنا بنستقبلهم، ومحدش سمع صوتنا واحنا بنسعهم. بقول انا عايز اقول لكم يمكن كمان في مؤسسات كانت المفروض دوليه ترعى ده وتوقفت نتيجه عدم توفر، لان الارقام ضخمه. ما احنا قلنا قبل كده ان خلي بالكم ان احنا مش عايزين نتحول لأمة لاجئين. ده اللي احنا شايفينه في بلادنا مش في مصر، في بلادنا. عشان كده انا بدأت بالموضوع دوت، مش للرد على ابننا اللي قال كده ابدا، لكن ده انا عشان اقول لكم انتم المصريين، لان ممكن يكون حد فيكم بيتفرج على البرنامج مش واخد باله يعني يحرج. لا احنا عملنا وبنعمل وحنعمل دايما كل طيب نقدر نعمله رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة مع أهالينا. طب أنا بدأت خرجت عن الكلمة لسه ما بدأتش فيها وبتكلم في النقطتين دول بالذات ليه؟ لأن أنا دايما أقول لكم إن هدفنا الاستراتيجي هو الحفاظ على الدولة المصرية. وهنا الحفاظ على الدولة المصرية دايما بقولها، بقول ده الهدف اللي احنا بنخلي بالنا منه. وربنا أراد سبحانه وتعالى إن إحنا نرى حوالين مننا ما يدعونا إلى التشبث والإصرار على إن إحنا نحمي بلدنا
ونخلي بالنا منها. البلاد اللي تهدد دي هترجع تاني ازاي؟ والناس اللي مشيت دي هترجع تاني ازاي؟ وانا بقولها لشباب مصر من الجامعات وبيسمعوني دلوقتي وكل الشباب كمان، عشان كده احنا كلنا محتاجين دايما نقطة الحفاظ على بلدنا ما تفارقش ابدا ابدا، لا فكرنا ولا قلبنا، دايما واخدين بالنا ان لازم نحافظ عليها ولازم نحميها ولازم نكبرها ولازم نرعاها، وده ابدا ما بيتحققش بالكلام، ده لا، ده بالعمل وبالتضحية، بالعمل وبالتضحية. كان لازم اقول لكم خلي بالكم من بلدكم. وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا لما اجد ان بعض مننا بيفكر تاني انه يعمل وقفات لمطالب او كده، بقول له انت واخد بالك؟ انت عايز تعمل ايه؟ هتقول لي حتى لو كان العدد قليل، حتى لو كان العدد قليل ده معناه ان احنا مش رافضين ان نسمع اراء الناس؟ لا ابدا، احنا عايزين نسمع من الناس، بس قبل ما نسمع منك يا ترى حجم الوعي اللي عندك وحجم المعرفة اللي عندك، الوعي الحقيقي احنا فين الاول ثم ممكن نروح فين بعد كده، بالحمولة اللي هي متحملة على اكتافنا كلنا كمصريين. بقول الكلام ده عشان لما اجد ناس مننا بتفكر ان هي تقول احنا محتاجين مطالب ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا، انا عايز اقول لك واقول لك، تفتكروا لو البلد تقدر تقدم، طب مش هتقدم ليه؟ وده هدف كل الدول ان هي تبذل جهد وتشتغل هي بشعبها بشبابها عشان تقدر توفر لهذا الشعب مستوى مناسب من التقدم ومن الرفاهية. لو ده ما تحققش يبقى الدولة مش قادرة، يبقى وقوفك ملوش لازمة، يبقى مطالبك محدش هيقدر يلبيها لك، أو هيلبيها على حساب الوطن ومستقبل الناس، مستقبل الأجيال القادمة، زي ما حصل. وقلت لكم قبل كده مرة إن البلد دي كانت الناس بتقبض فيها 2011 70 مليار، النهاردة وأنا بكلمكم الناس بتقبض فيها 218 مليار جنيه في القطاع الحكومي. طب الفلوس دي جت حصل تطور في الدخل بالقيمة ديت؟ لا ما حصلش. طب ده على حساب مين؟ على حساب ديون. فأنا بقول الكلمة ديت عشان بربطها باللاجئين ليه؟ بربطها بإن احنا لو ما خدناش بالنا من بلدنا كويس وكلنا كنا واعيين، ممكن لا قدر الله نتأذي ونأذي بلدنا من غير ما نقصد، لأن ما حدش يقصد أبدا إنه يضر بلده. وبقول تاني احنا 90 مليون. مهم قوي إن الشباب يبقى فاهم ده، لأن الشباب طاقة كبيرة جدا وكتلة هائلة في مصر، وأنا عمري ما شفت الكتلة الكبيرة ديت أبدا على أنها عبء زي ما كان بعض الناس بتعتقد. لا والله، بس احنا لغاية دلوقتي وأنا بكلمكم لم نستطيع أن احنا نستفيد منها الاستفادة اللي ممكنة. دي قوة عاملة، احنا لما بنيجي نتكلم في المؤتمرات الاقتصادية بتاعتنا نقول احنا لدينا قوة عاملة هائلة من الشباب، والناس تعلق عليها تقول لك ايه انتوا أمة شاب. ف كان كلمة ان احنا نخلي بالنا من بلدنا كانت مهمة ان انا اقولها في بداية كلامي. هنا في موضوعين احنا اتكلمنا فيهم قبل كده بشكل او باخر، موضوع الفساد وموضوع الإرهاب، ولما نذكرهم هنا ده مش إساءة لحد، يعني اللي يعني ما حدش لما استدعيها وانا بتكلم معاكم دلوقتي ما تعتبرش إساءة للناس اللي هي ما عملتش حاجة،
واحنا برضو عايز اقول تاني، احنا كمجتمع وكاعلام عايزين نخلي بالنا. وانا عايز اقول لكم على حاجه، انا ما عجبنيش والله التناول بتاعنا للموضوع دوت خلال الايام اللي فاتت، انا بحلف بالله ابدا. عايزين واحنا حتى في لقاءاتنا الداخليه سمعتني وانا بغضب بسيء لحد، حتى للي بيسيء لينا. فحتى لما حد مننا يغلط في قانون وفي قضاء، فمش عايزين احنا يعني نقفز على كده ويعني ونوجه. عايزين دايما نقول ايه، الموضوع ده في هذا القضاء كلنا خلاص خلاص، يبقى ما نتكلمش فيه، او على الاقل لو اتكلمنا فيه لا نسيء لاحد، لان في الاخر ناصر قاعدة في بيوتها وده صعب يعني اي حد. ف مش مجال لي. شوفوا احنا مش هنسمح بكده خالص، وارجو ان دي تصل لينا كلنا. والله لن نسمح بجنيه ورق يتاخد. بقول الكلام ده، والكلام ده والله لا يمس اي حد في الحكومه ولا ده ولا ده، لكن بقولها بصفه عامه عشان احنا نخلي بالنا ونقول لا، الموضوع جوانا احنا، واحنا كلنا نتصدى ليه ولا نسمح بيه. وبالمناسبه الفساد مش بس، وانا قلت الحكايه دي قبل كده، مش انك انت تاخد بدون واجهه. طب انا هقول لكم على حاجه، لو انا طلعت منتج تعليمي، اوعى حد يزعل، المنتج التعليمي ده مش للمعايير التعليم الحقيقية، أنا بعتبر نفسي إن أنا قدمت للمجتمع حاجة مش كويسة. يعني النهاردة لو أنا النهاردة في التعليم على سبيل المثال، نتمنى إن إحنا قاعدين مع الشباب وفي الجامعة وكده، لو قدمت منتج تم إعداده بشكل مش كامل وخرجته للمجتمع، وكنت لسه بتكلم مع السادة رؤساء يعني الجامعات واللي هم المسؤولين عن التعليم في مصر، بقول لهم لو طبيب خرجناه مش كفء كفاية وعمل إعاقة لإنسان، يا ترى ده يساوي كام؟ أو لإنسان أو ضيع حياته يساوي كام؟ يا ترى ده ايه؟ يا ترى ده ايه؟ مش فساد برضه؟ يا رب نوصل في يوم يبقى لينا احنا معايير، يقول لك معايير التعليم المصري. في دولة زي مصر الحقيقة احنا محتاجين نشتغل كتير قوي، محتاجين قوي نخلي بالنا كلنا عشان لاجل خاطر بلدنا ولاجل خاطر المستقبل ولاجل خاطر ان ما نلاقيش الشكل اللي انتم شايفينه النهارده، ناس بتغرق في البحر وناس بتطلب ان حد يسعها. احنا بلدنا بغلبها ده تسعنا، بلدنا بظروفها الصعبه دي سيعانا وتحقق لنا الامن والاستقرار. والكلام ده بالمناسبه خلينا اقوله كمان لينا كلنا كمصريين، كل المصريين، وأرجو أن كلمة كل المصريين دي تبقى تصل لكل المصريين. أنتم يعني خراب البلاد هيفيد بإيه؟ لا يمكن أبدا تكون في حضارة وتقدم تبنى على جماجم ودماء الناس، على القتل والتخريب والتدمير. لا يمكن، انتم مش عارفين، انتم مش عارفين ان الحضارة ما تبناش بكده. الحضارة بتبنى بالصبر وبالعلم وبحسن الخلق وبالتجرد وبالإيثار وبطهارة اليد كده، لكن حاجة تانية لا. وبالمناسبة يعني
ان خليتوا بالكم كتر خيركم، ما خليتوش بالنا احنا مخلين بالنا ومش هتقدروا تعملوا حاجه. بقول لهم تاني، مش هيقدروا يعملوا حاجه. البلد دي بلدنا كلنا، نعيش فيها كلنا، واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى قادرين على ان احنا نحميها ونحمي شعبها كويس. وانتوا شايفين اللي بيتم في سيناء دلوقتي، عمليه حق الشهيد احنا ما عملناش كلام كتير عليها، لكن لا ده في جهد مترتب بشكل جيد عشان نواجه الموضوع ده بشكل جيد. مش هنسمح لحد ابدا ان هو يهد بلدنا او يشرد شعبها، مش ممكن. بس انا برضو بقول تاني، هو ده مش بس مسؤوليه القوات المسلحه والشرطه، لا دي مسؤوليتنا كلنا كلنا، والاعلام جزء رئيسي في المعركه. الحقيقه في موضوع كمان عايز اتكلم فيه، في ارتفاع للاسعار. وانا عايز اقول لكم ان ارتفاع الاسعار ده بيمس يمكن يكون قطاع كبير من المصريين. اي منظومه هنعملها نقول بيها ان احنا اشتغلنا وحققنا بيها شكل من اشكال الاستقرار وما يتمش متابعتها بشكل جيد وتحسينها كمان في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعاني منها، يعني في اي من غير ما اخش في تفاصيل لسلع بعينها، انا مش هتكلم اقول انا شفت مبادرات بتقول لا مش هناكل كذا ومش هناكل كذا، رغم تقديري لها وشكري للناس اللي اطلقتها وشكري كمان للناس اللي هي الحقيقة الناس اللي هي بتعمل كده، الناس اللي هي بتقول لا الموضوع ده غالي احنا مش هناخده، وتأثيره على توعية مش توعية، ارجاع الرشد للناس اللي بتشتغل وبتستبيح ظروفنا الصعبة. خلي بالك الأجهزة الرقابية تشتغل صحيح، لكن انت لو ما خليتش بالك البلد دي اللي انت بتاخد منها مش هتبقى موجودة لا قدر الله. الموضوع ده محتاج مننا احنا نخلي الأسعار مناسبة للسعر على الأقل المنطقي والواقعي ليها. احنا اتحركنا في الموضوع ده من اكتر من سنة عشان ننشئ المنظومة ديت، والحقيقة احنا متأخرين في استكمالها عشان تقوم بالدور ده في ضبط الاسعار داخل مصر. هتقولي طب ما انت ده المهندس محلب خلاص مش كده؟ لا طبعا المهندس محلب هيبقى معانا جنب مني انا شخصيا الحقيقة، لان انا محتاجه عشان الدور يعني، لكن انا بتكلم لينا كلنا سواء اللي موجود دلوقتي او اللي هيبقى موجود بعد كده. فاسمحوا لي ان انا ابدا الكلمه بتاعتي اللي هي المكتوبه بعد ما قلت الشواغل اللي احنا يعني نخلي بالنا منها. السيدات والساده، الحضور الكريم، ابنائي وبناتي، شباب وشابات الجامعات والمعاهد المصرية الأعزاء، اليوم أتحدث إليكم حديث الأب لأبنائه وبناته، ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة وأنا بينكم اليوم. أنتم شباب الوطن الجسور الذي تطلع للتغيير وبادر بمساعيه ليضمن مستقبلا أفضل لوطن تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لقد تحقق حلمكم المشروع بفضل التي لا تلين، فضربتم المثل في الوطنية وأبهرتم العالم بروحكم الثورية النقية
وتضحياتكم الباقية أبدا في سبيل الشرف الوطني. أبنائي وبناتي شباب مصر الأعزاء، أتوجه بحديثي إليكم جميعا في فصول المدارس وقاعات الجامعات، أمام ماكنات المصانع أو تحت الشمس في الحقول، جنودا مرابطين على الحدود تحمون وتصونون، أو رجال أمن في الداخل تحافظون على الاستقرار في كافة ربوع الوطن، رياضيين ومثقفين وفنانين. إلى كل شباب الوطن الحالم بجني ثمار ثورته والطابح في موقع متميز في طابور الاصطفاف الوطني، والمتطلع إلى وطن يفخر بأبنائه ويتسع لهم جميعا دون تمييز، فوطننا يحتاج إلى أن توجد بيننا مساحات مشتركة نجتمع فيها حول حلم وطني تكونون أنتم الشباب في طليعته. كما يناديكم الوطن لتثني من أجله مرة أخرى ثورة علم وأخلاق من أجل البناء. الوطن يحتاج إلى حماسكم وطهارتكم ونقائكم ليخطوا خطوات واسعة نحو إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، دولة ديمقراطية. وأحدثكم بكل الصدق المتجرد أن الدولة المصرية تمتلك إرادة حقيقية لتمكين الشباب من المشاركة السياسية والمجتمعية، وحجز مقعد متقدم لهم في دوائر صنع القرار المختلفة. وما أقوله ليس وعدا ينتظر التنفيذ، بل هو واقع يتحقق ولاح دلائله حين تشكلت المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية بنسبة تمثيل بلغت للشباب 52%. كما أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوسع في تمكين الشباب المؤهل لتولي وظائف قيادية كمعاونين ومساعدين للوزراء والمحافظين، وإلى جانب ذلك حرصت على الالتقاء بفئات مختلفة من الشباب، ضمت شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية وأبناء الجالية المصرية في الخارج وشباب الإعلاميين وخريج الجامعات الأجنبية الأعمال، وتشكلت معهم آليات فعالة للتواصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة لتقديم الرعاية والدعم لهم. كما كانت المشاركة المتميزة للشباب في الإعداد والتجهيز لمؤتمر تنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ خير تقديم لشبابنا إلى العالم. واليوم بين أبنائي وبنات الجامعات المصرية لأتوجه بتحية تقدير واعتزاز للشباب في القدوة على الإنجاز وقهر حفر لها قناتها الجديدة في أقل من عام، وأتوجه كذلك بتحية إجلال لشهدائنا الأبرار الذين تقدموا الصفوف ليواجهوا إرهابا أسود يريد النيل من وطنهم وحلمهم على حد سواء. لقد قدموا أرواحهم من أجلنا جميعا ومن أجل أن تبقى راية هذا الوطن عالية خفاقة. إن هؤلاء الشباب تصدروا الصفوف لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، سواء كانوا من القوات المسلحة أو من الشرطة المدنية أو من أي فئات شعبنا العظيم، فاستحقوا الخلود في وجدان الوطن. السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، خلال العام الماضي بذلت الدولة جهودا حسيسة لدعم شباب الجامعات وتشجيع البحث العلمي وإطلاق مشروعات لرعاية شباب الباحثين لدعم المشروعات العلمية والبحثية وإنشاء مراكز التميز ومشروعات المشاركة الطلابية، بجانب التوسع في التنمية التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية بالجامعات. ولكن كل هذه الجهود ليست نهاية المطاف ولا تكفي وحدها لتحقيق إرادة الدولة في رعاية شبابها بالشكل الذي تطمح إليه، ولكنها خطوات على طريق بدأناه وعهد قطعناه لإعداد شبابنا وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.
ومن هذا المنطلق فقد كلفت المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي وأجهزة رئاسة الجمهورية في مارس الماضي بإعداد برنامج تدريبي احترافي على أعلى مستوى لتأهيل الشباب للمشاركة السياسية والمجتمعية ولخلق كوادر شبابية قيادية قادرة على تحمل المسؤولية ومؤهلة على أساس علمي. وهو البرنامج الذي شاهدتم عرضه التفصيلي اليوم. لينطلق هذا البرنامج تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبتمويل من صندوق تحيا مصر، ويستهدف تأهيل حوالي 2500 شاب وشابة سنويا كمرحلة أولى، من المنتظر اتساعها في المراحل التالية للمشروع. وهو نهج أتمنى أن تسير عليه باقي مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لتأهيل كوادرها الشابة وتمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة لخلق قائد المستقبل. أبنائي وبناتي، ستشهد مصر خلال الأيام المقبلة حزمة من المشروعات التنموية الكبرى، تشمل إطلاق مشروع استزراع 1.5 مليون فدان، والبدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وإقامة تجمعات بدوية متطورة، وإنشاء مزارع سمكية، وإقامة عدد من المدن الجديدة مثل العالمين ورفح. وتستهدف هذه المشروعات تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية شاملة. خليني أتوقف هنا، أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت إن إحنا لن نطلق مشروع إلا لما يكون هذا المشروع تمت كل الدراسات الخاصة به واتجهزت العقود اللي خاصة بتنفيذه والمقاولين بمعداتهم موجودين بتشتغل قبل ما يعني احنا لو هنتواجد على سبيل المثال في اطلاق 1.5 مليون او 1.5 مليون فدان، لم نطلقهم الا والمعدات والمقاولين شغاله في المشروع. اللي احنا طرحينه مشروعات ضخمه جدا، هيبقى ليها عائد جيد، عائد جيد. لما نيجي نتكلم على تطوير شرق بورسعيد بميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة زائد المنطقة الصناعية، احنا بنتكلم في ارقام كبيرة. ولما كنت موجود في سنغافورة في رئيس هيئة المواني، شفت المواني بتاعتهم يعني. فاحنا قاعدين قلت له الميناء بيدخل فيه 60 سفينة يوميا، سفينة عملاقة بيتم تفريغها وتحملها بواسطة مجموعة مش كتير قاعدين في غرف بيحركوا الأوناش، مش محدش جوه الميناء. لما اتحركنا جوه الميناء نتفرج ما شفناش حد. فقلت له ممكن تعلمونا؟ قال لي حاضر هنعلمكم. من أجل مستقبلكم ولتوفير فرص عمل ولتحقيق مستوى ملائم من جودة الحياة، وادعو شباب وشابات مصر لأخذ زمام المبادرة ومشاركتهم في تنفيذ هذه المشروعات بفاعلية، وأن يضمنوا لهم توابيدا حقيقيا فيها، كما أوجه المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية بالبدء في تنفيذ آلية مستمر والمباشر مع كافة الفئات الشبابية. صادقة في إرادتها بالاهتمام بالشباب وبكل ما يرتبط باهتماماتهم ويحقق آمالهم. فمصر الجديدة ماضية نحو المستقبل الذي تمثلونه أنتم الشباب الواعد. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أبنائي وبناتي الأعزاء، يتزامن حديثي إليكم مع إجراءات الدولة للبدء في تنفيذ الاستحقاق البرلماني الذي يمثل الاستحقاق الأخير من استحقاقات التي توافقت عليها القوى الوطنية وجموع الشعب المصري العظيم، والتي نحرص جميعا على إتمامه في أجواء تسودها الديمقراطية والنزاهة وبأعلى درجات التأمين. وأنتهز فرصة حديثي إليكم لأدعو الشباب بالمشاركة الفعالة
في انتخابات البرلمان القادم. شوفوا، عدد شباب مصر تحت سن الأربعين أكتر من 60 مليون. مشاركتكم مهمة قوي، لأن أنتم عندكم قدرة على الحركة وعلى الفرز. وانت لو اخترت بشكل في وعي حقيقي وحرص انك تنزل وتقدر تقف بدل الساعة 10 ساعات قدام صندوق الانتخابات، هيجي برلمان. هذا البرلمان هيبقى ده، خلي بالكم، وانا قلت الكلام ده مرة واثنين ودي وثلاثة، البرلمان القادم يكون فرصة كويسة لمستقبل أفضل، يا إما يبقى إعاقة. أنا ما عنديش بصراحة في الموضوع ده غير إن أنا أعتمد عليكم، على الشباب، لأن نسبة الشباب اللي ممكن تنزل الانتخابات نسبة ضعيفة. من فضلكم انزلوا وادرسوا كويس كويس. أنا ما عنديش حد، أقول خدوا ده وما تاخدوش ده، صحيح، لكن انا قلت القوى السياسيه من فضلكم في البرلمان ده بس مره، يعني مش هتبقى فيها مشكله كبيره، ما احنا ياما ضيعنا فرص يعني. فارجو ان انتوا شباب مصر تشاركوا بالشكل اللي بنتمنى منكم. مش عايز اقول اطلب من بنات مصر، اطلب من ايه؟ عشان ما حدش يزعل، بس ما هم برضو ما لهمش حل يعني، صحيح؟ بنات ونساء مصر ما شاء الله عليهم. واطلب منكم حسن اختيار ممثليكم بتجرد ووطنيه كي نكرس معا لحياه سياسيه سليمه ولضمان وجود سلطه تشريعيه تمارس دورها بفعاليه وبالتعاون مع باقي السلطات في الدولة. أبنائي شباب وشابات مصر، كل ما نبذله من جهد ونسعى إليه من أهداف يستهدفكم أنتم في الأساس، فأنتم دائما نصب الأعين وفي القلوب. أنتم ترمزون للحماس والعمل في الحاضر، وستحملون الراية في المستقبل، وستواصلون مسيرة العطاء التي تعاقبت على مدار التاريخ. أنتم حلم الوطن وثروته الواجب علينا رعايته. لقد عانيتم الإهمال على مدار عقود، وكان تهميشكم وقمع أحلامكم شوكة في زهر الوطن وعائقا في طريق نموه، وفقدانا لهويته وما نقوم به من أجلكم يمثل بداية حقيقية لحصولكم على ما تستحقونه من رعاية ودعم. أبنائي وبناتي، يحتم علي صدق الحديث وإخلاص النية أن أتوجه إليكم بالنصح بأن تتمسكوا برباط الوطن المقدس وتجعلوا العلم والأخلاق سبيلين لبناء شخصيتكم. اعتزوا بالوطن وتمسكوا بفضائله، واجهوا محاولات فقط لأحلامكم النبيلة على يد جماعات الشر التي تاجرت بالدين بأن تتفهموا صحيحه دون إفراط أو تفريط. واجهوا من يسعى لوضعكم في حالة الغضب والسخط المستمر. واجهوا حروب المعلومات والهجمات النفسية التي تستهدف السيطرة على عقولكم، بأن تكونوا حالة فهم ووعي لحقيقة ما يحيق بالوطن من مخاطر داخلية وخارجية إقليمية ودولية. كونوا على ثقة في أنفسكم وفي وطنكم. حلقوا بأحلامكم إلى عنان السماء. ثابروا وواجهوا التحديات، فمصرنا العزيزة في حاجة إلى حماسكم ونقائكم. يا شباب مصر، أنتم جيل لم ولن ينكسر أبدا. يا شباب مصر، أنتم جيل لم ولن ينكسر أبدا، بل أنتم من بادرتم بكسر القيود واستعدتم وطنكم بعزة وكرامة. إن المستقبل لكم وبكم، نعم وبكم. تحيا مصر، تحيا مصر،
تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.